تبارك الله عليكم. سبيتاس بالنسبه حنا تنهضروا على الدوله الاجتماعيه، عندنا مشكل ديال التعليم في القانون الجديد. 30 سنه مجموعه ديال المعطلين اللي متجاوزين 30 سنه وحاملين الاجازه لقوا راسهم بدون يعني ملاذ الاخير ديالهم. لا شوف، هو خصنا نجاوبوا على السؤال، واش التعليم جا باش نقريو الوليدات ديال المغاربه او لا كاينه اشكالات واحده اخرى مرتبطه بالتشغيل؟ التشغيل هذا انا قلتها في الندوه الصحفيه، قلت هو من الوظائف الاساسيه ديال الحكومه، والحكومه خصها تلقى الحلول للمعطلين كيفما كان النوع ديالهم، سواء منهم اللي عندهم دبلومات او اللي ما عندهم. ولكن التعليم بحاله بحال جميع المهن الاخرى، سواء المرتبطه منها، ملي كنبغيو نكونوا الاطباء تنحددوا السن، ملي تنبغوا نكونوا لي بيلوت تنحددوا السن، والتعليم وصل الوقت باش نحددوا واحد المجموعه ديال الملكات المعرفيه وواحد القدرات ايضا اللي مرتبطه بالسن باش نقدروا نجودوا المدرسه العموميه مستقبلا. تبارك الله عليكم.